المشهورين على السوشيال ميديا. لو هاي المنصات او موقع التواصل الاجتماعي مش موجوده بنشهروا قولتك؟ على حسب مين هم. في منهم اللي هم يعني هيك عندهم برامج تقدر تحكي تثقيفيه ممكن ينشهروا نعم على هيك اشياء ثانيه، لكن في منهم هيك بيحط اشياء تافهه جدا بصراحه. طيب واللي بيحط اشياء تافهه هاي ليش في كثير ناس بتتابعهم؟ يا والله ما بعرف، هيك فضاوي صارت الشغله، يعني صار اي حد هيك على السريع يفتح على موبايله ويطلع اشياء فاضيه زي. انت بتهتم انك تتابع ناس مشهوره؟ لا بس بتابع مشهورين يعني، بس انهم بتتابعهم؟ في منهم بتابعهم عشان ما عشان ابداعهم، بس ما في يعني بتشوفهم هذول على سناب شات والانسا، هذول ما يعني ما عندهم موهبه. بس اليوم احنا طالعين، اليوم بكره بنتغدى، اليوم بعد بكره بنتعشى، فيش شيء الاخر فاضي اشغال. يعني هم عايشين حياه شبه وهميه عشان انه يوروا الناس كيف، او والله طلع كيف عايش. طب يعني استفدت انت من حد مشهور تابعته؟ لا ولا واحد ولا اثر عليك مقوله ولا بكتاب قراته ولا بشيء؟ لا 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 ما في. لا ليه؟ بتلاقي راحه اصلا، راحه للبال اكثر، راحه للبال عدم وجودهم، عدم وجود التواصل الاجتماعي كله على بعضه. لا اكيد. ليه؟ لانه مش هالشيء القوي اللي بيعملوه، مش هالشيء الكبير اللي بيعملوه. وفعليا في منهم ناس صراحه مش هالشيء الكثير بيعملوه ومشهورين كثير، يعني ما في معلومه بيعطيها، ما في شيء حلو يعطيه. صحيح تمام. طب ليش هذول مشهورين كثير مثلا؟ ما بعرف يعني نعطيك شيء قصتك كيف. لا برايك الناس مثلا فاضيه من الزهق من الملل بدها تحضر اي شيء بس تملي وقتها؟ يمكن لانه في ثقافه في الكتاب، في المشاهير زمان في ثقافه، في السوشيال ميديا ما في ثقافه، ما في يعني ما في علم، ما في ثقافه. السوشيال ميديا كله يعني سوشيال ميديا، يعني انت بتحكي في منهم للاسف، يعني بعض منهم للاسف بس انت بتجيب فيو وتعال اعمل لي دعايه 100%. شو اكثر الدعايات اللي بتمغصك؟ اللي بتمغصني والله كثير شغلات. هلا هي السوشيال ميديا بس سهلت الطريق انه يتابعون العالم، بس مو اكثر من هيك يعني. وخاصه صار انت بتفتح السوشيال ميديا بيطلع لك واحد مثلا ممكن يكون عنده فكره كثير منيحه، وواحد ثاني ممكن لا فكرته كثير بايخه. هي بس كانت الطريق، بس اما على هالمدى هاد لا كان اخف شوي يعني. طب ممكن تتابعي حدا ما عنده محتوى ثقافي عن جد، يعني ما عنده يعني محتوى زيرو؟ لا انا اصلا يعني ضد السوشيال ميديا اصلا انا ما بحب السوشيال ميديا، فكمان ما يكون في محتوى فمشكله. طيب انت ما عندك فيسبوك اكاونت؟ ما عندك تويتر؟ عندي فيسبوك وبس فيسبوك، ويعني كثير نفسي اتخلص منه بس مش قادره. طب ليش بدك تتخلص منه؟ يعني في اشياء حلوه على الفيسبوك، ممكن تتابعي كتاب سياسيين، بتحب السياسه بتحب الفلسفه. صحيح انا هذا اللي بعمله فعليا، انه بركز انه يكون عندي صفحات اكثر من اشياء بس تمشي قدامي وما إلها معنى. لا طبعا. ليه؟ مشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف بدهم يشهروا بدونها يعني؟ فعلا جوابك منطقي، بس مثلا في كتاب وصحفيين معروفين جدا وإلهم قارئينهم ولكن قبل السوشيال ميديا والشغلات هاي، فشو الفرق بين الحالة اللي أنا ذكرتها والأشخاص اللي أنت قصدك عنهم؟ يعني الانتشار صراحة، مواقع التواصل الاجتماعي منتشرة أكثر، يعني عند الناس ممكن أي حدا ممكن يشوفهم حتى لو مش متابعهم أو ما بيدور عليهم بيشوفهم. بس يعني تقريبا نفس الإشي، مواقع التواصل الاجتماعي بتغطي شريحة أكبر بالمجتمع، بتغطي كل فئات المجتمع مش بس اللي بيقرأوا جريدة واللي بيقرأوا كتاب. لا لانه بدها يعني وسيط للشيء. لا ليه؟ عشان ما في شيء يروح اسمهم حوالين. حلو كثير، يعني انت بتشوف انه هاي المنصات هي اللي اشهرتهم وهي اعطتهم منابر انهم يحكوا عنها. صح. حلو كثير. كم عمرك؟ 14. حلو. بتستعمل السوشيال ميديا كثير ولا شوي؟ شو اكثر ابلكيشن تستعمليه؟ انستغرام. حلو كثير. كم واحد عامل لك فولورز؟ 500. لف لف دور يا صحن السكر. كيف حالك؟ تمام خليك الحمد لله. لا اكيد لا، معظم قال لي لا. ليش؟ طيب يعني هلا اللي بنشهر اصلا يعني بيكون عنده مثلا خلينا نحكي مغني شهر غنى بمنطقته مثلا بلده، بنشهر ببلده بس عالميا ما راح ينشهر.
يعني ما راح يوصلنا هون مثلا خلينا نحكي. يعني معظم النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي انشهروا لانه لاقوا لهم منبر يحكوا اللي بدهم اياه، يعبروا عن ارائهم، والناس كيفت على ارائهم صاروا يتابعوهم مثلا. بالضبط نعم هيك. اكثر طبعا. يعني الرياضي اكثر مشهور اكثر من الرئيس، رئيس دوله. قول هاي، قول لهم باي، هاي الكاميرا، ايوه قول باي. ايوه ما حدش بيعرفهم. ليش برايك؟ ليش برايي؟ لانه ما يعني بيكونوا مخبيين، انه عادي عايشين حياتهم طبيعيه، فيش حدا بشوفهم، فيش حدا بيعرفهم. ما الناس بتشهر الناس يعني كمان، انه الناس هي اللي بتدل الناس على بعض يعني. يعني حتى هم اللي بيدلوا على المطاعم على اي شيء ثاني يعني. يعني في مرات بيكون مطعم مش زاكي، بس لانه في ناس مهمه انه بتروح عليه فبتصير المطعم زاكي وهيك شيء. برايك في ناس من تابعها او الناس بتابعوهم ما بتستاهل، ما عندهم يعني مثلا، يعني مثلا ما عندهم طرح ايجابي، ما عندهم فكرة صحيحة، بس شغل بعبع أو حكي، شو رأيك بالموضوع؟ طبعاً أكيد كثير. هلا لا ما بينشهروا، بس هن زيادة دلع وزيادة دعايات، وصار الناس يستغلوها حتى مثلاً إني أبيع سلعة زيادة، فصرت أستخدمهم حتى إني أبيع. يبيعوا سلعة من أي ناحية؟ إنهم صاروا بس يعني شغل دعايات. أيوة مكياجات، تاتو، هاي الأشياء. لا، كل الأردن قالت لا، بس ليش؟ عشان الإنترنت والسوشيال ميديا هي اللي وصلتهم، فهمت علي؟ إنه لولا السوشيال ميديا ما انشهروا أكيد، لأنهم هم طلعونا عن طريق السوشيال ميديا، يعني إحنا ما شفنا لا كتابات ولا أي شيء، يعني لولا هي السوشيال ميديا ما وصلتهم لإلنا، يعني لو شفنا كتابات أو مثلا كان فنان بغني أو أي شيء تاني كان أوكي وصلونا، بس هم وصلونا عن طريق هاي الشغلة، يعني هم بوصلونا عن طريق شيء اللي هو كان السوشيال ميديا، احنا بنشوفهم بنشوف أخبارهم. لا والله راح أعرف النش، طبعا مواقع التواصل الاجتماعي أحلى شيء، يعني بتقرب المسافات بين الناس ومش زي أول يعني. السلام عليكم. عليك.